السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في محاضرة اليوم إن شاء الله سلسلة Medically Compromised Patient in the Clinic. نتابع في سلسلة أمراض الدم لنختم حديثنا عن مجموعة من الأمراض المتعلقة بفقر الدم الأنيميا. نحكي اليوم عن الأبلاستيك أنيميا وتلاسيميا، نحكي عن أهم التظاهرات الفموية، أهم التدابير اللي ممكن ناخدها مع هؤلاء المرضى سواء من خلال خطة معالجة أو من خلال معالجتهم، ومعالجة أهم التظاهرات الفموية اللي ممكن تظهر على مستوى الفم والأسنان بسبب المرض. خلونا نبدأ. في البداية كالعادة أود الإشارة إلى أنه معظم ما يأتي في سلسلة Medically Compromised Patient Dental Clinic أستمد من كتابي، كتاب تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان، كتاب كنت أصدرته بالـ 2017 واعتمدت من خلاله على 200 مرجع تقريبا ومقال وأسئلة مباشرة لأطباء من مختلف الاختصاصات. من يحب أن يقتني الكتاب ممكن يتواصل معي وإن شاء الله نحاول إيصاله إلى مكان تواجده إن شاء الله. كما أود الإشارة في البداية إلى حاجتي لدعمكم من خلال اللايك، من خلال الاشتراك والمشاركة، تعليق في التعليقات للمساعدة في انتشار القناة وتعميم الفائدة. بالنسبة للأبلاستيك إنيميا، أبلاستيك إنيميا أو فقر الدم لا تصنعي هو مرض خطير يصيب جميع الأعمار، يحدث نتيجة فشل إنتاج كريات الدم الحمراء من نقي العظام، وبالتالي يحدث هايبوكسيا تصل لجميع أنحاء الجسم، وبالتالي زيادة خطورة الإصابة بالعدوى وأيضا زيادة في خطورة حدوث نزيف. من أسبابه طبعا التعرض لجراحات عالية من الأشعة أو لأي كيميكالز ذات طبيعة سامة، ممكن بعض العلاجات مثل أدوية الروماتويد، وأيضا عوامل مناعية ذاتية ووراثية. ممكن أيضا الهيباتيتس يكون من أحد أسباب الأبلاستيك إنيميا. قد تحدث الإصابة فجأة، قد تحدث بشكل تدريجي، وأحيانا يتطور المرض لدرجة تهدد حياة المريض. أهم الأعراض بتكون تعب، دوخة، صداع، ضيق تنفس لدى أي جهد، تسرع قلبي، انتنات متكررة. ومنشوف لدى هؤلاء المرضى نوع من البيربري والبيتيكي، كدمات ودائما نزوف لثوية. الأعراض تكون بسبب مثل ما قلنا عدم تصنيع كريات الحمر والبيضاء والصفيحات بالشكل الطبيعي. التشخيص يتم من خلال السي بي سي ومن خلال ممكن البيوبسي على البون مارو، والمعالجة حسب شدة الحالة. قد نستخدم أحيانا مثبطات مناعية، فلازم نتعرف على هؤلاء المرضى إذا كانوا بياخذوا مثبطات مناعة نوعيتها، وممكن في بعض الأحيان يأخذوا مثبطات مثل السايكلوسبورين واللي له تظاهرات على مستوى اللثة، واللي لازم تكون منتبهين حتى لأنه ممكن تثبيت المناعة هذا يؤدي لأنه نحن نتجنب الإجراءات اللي ممكن تسبب متان أو تأخر في شفاء الجروح. مثل ما أنا شايفين هؤلاء المرضى ممكن نشوف عندهم تقرحات، ممكن نشوف التهاب لثوي، ممكن نشوف نزوف عفوية، فضروري أنه نتنبه لهذا الأمر. فهؤلاء المرضى أيضا من ننتبه أنه بالإضافة للأنيميا أو فقر الدم الموجود عندهم، هم بيحملوا خطورة لحدوث إنتان بإنفكشن، وأيضا خطورة لحدوث نزيف. أيضا من ننتبه أنه هدول ممكن يأخذوا كورتيكوستيرويدات أو كورتيزونات، فممكن هذا أمر نحطه بعين الاعتبار. ممكن أيضا أنه المريض يكون عنده هيباتيتس بي أو حتى أي viral infection بسبب عمليات نقل الدم لديه. ممكن الحقيقة نستخدم التخدير الموضعي، نبتعد عن التخدير العام، نبتعد عن التركيم بأكسيد الأزوت. أهم التظاهرات الفموية نشوفها هي تكون متشابهة تقريبا لحالات فقر الدم أو حتى اللوكيميا. ممكن نشوف تقرحات، نزيف، تانات، ممكن نشوف حتى آفات تشبه الحساس، ممكن نشوف آفات تشبه الجوغرين، جفاف في الفم. فممكن نشوف حتى الآفات اللي تترافق مع الجراد فيرست هوست ديسيز GVHD، وننتبه لأنه ممكن يحدث جينجيفال سويلينج بسبب استخدام السايكلوسبورين. بالنسبة للتلاسيميا، التلاسيميا هي مرض ينتشر في جميع أنحاء العالم وخاصة في بلدان حوض البحر المتوسط، لذلك يطلق عليه بفقر دم البحر الأبيض المتوسط. طبعا هو مرض وراثي يؤثر في صنع الدم، تصبح مادة الهيموغلوبين غير قادرة على القيام بوظيفتها. طبعا له أنواع ألفا وبيتا حسب موقع الخلل. إذا كان في المورث المسؤول عن تصنيع السلسلة البروتينية ألفا في الجلوبين أو بيتا على التوالي. المرض ينتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء. إذا كان أحد الوالدين مصاب أو حامل المرض، فمن الممكن أن ينتقل للأبناء بصورة بسيطة. أما إذا تصادف إصابة الوالدين، فهناك احتمال 25% لإصابة الطفل بالمرض بصورة شديدة، وعندها يدعى بفقر دم كولي. الأعراض الحقيقة تظهر خلال السنة الأولى من العمر، تشمل حدوث شحوب، اصفرار، تأخر في النمو، ضعف شهية، تكرر الإصابة بالالتهابات. قد يتطور المرض ليشمل أعراضا أخرى
قد يحدث تغير في شكل العظام، الوجه، الوجنتين، تضخم طحال، تأخر في النمو وغيرها. طبعا التشخيص بفحص ال سي بي سي اللي بنعرفه، تحليل كهربائي لمكونات الدم، وتحليل انقسام دي ان اي اللي بيبين لي هذا الخلل اللي حكينا عنه في مستوى السلسله البروتينيه الفا. المعالجه تكون بنقل الدم بشكل دوري. طبعا المرض له درجات حسب شدته، في بعض الاحيان يكون لا عرضي، مثل مثلا الحالات اللي بتكون بيتا مايلد مثلا، بيكون المعالجه بنقل الدم للمحافظه على مستوى مقبول من الخضاب. ولازم المريض طبعا يحصل على ادويه تساعد على طرح الحديد، لانه بيبقى في عنده تراكم في الحديد، ممكن حتى يؤدي لحدوث فشل كبدي. طبعا من الاجراءات التقليل من اصابه بهذا المرض هو التقليل من زواج الاقارب. هؤلاء المرضى بطيئين الشفاء بعد الجراحه، بننتبه دائما لما نعمل جراحه معهم انه ناخذ اجراءات حنحكي عنها فيما بعد. طبعا بدنا ننتبه ايضا انه الكليه بتنتج هرمون الارتروبيوتين اللي بيحفز انتاج الكريات الحمر من نقي العظام، فلو حصل اي ضرر كلوي فراح يحصل عندي فقر دم بسبب عدم انتاج هذا الهرمون. فايضا مرضى الفشل الكلوي اللي بيتلقوا وبيعملوا غسيل كلوي ديال دموي بيكون عندهم فقر دم ومستويات ارتروبيوتين منخفضه، فهدون ممكن الحقيقه نعالجهم من خلال اعطاء الارتروبيوتين. اما المرضى اللي تعرضوا لعمليات زرع او عندهم امراض مناعيه فبيتطور لديهم فقر الدم بهالحاله مو بسبب الارتروبيوتين بل بسبب تاثر نقي العظام بشكل مباشر، ضعف، تعب، شحوب، بول غامق، ألم بطني، بطء في النمو. بشكل عام نحن قبل معالجة أي مريض بالتلاسيميا لازم نعرف نوع التلاسيميا، هل هي ديسيز، هل هي من النوع A، ألفا، بيتا، مستوى الخضاب الدم مثل ما شفنا، درجة زيادة تركيز الحديد في الدم، ووجود أي مضاعفات مثل تضخم الطحال، ومن الممكن حتى أنه يكون الطحال لدى هؤلاء المرضى تم استئصاله. تختلف طبعا المعالجة حسب كون التلاسيميا صغرى أو كبرى. بالنسبة لمرضى التلاسيميا متوسطة الشدة يعتبروا نحن كدنتال مانجمنت بنفس الكاتيجوري مع مرضى التلاسيميا الكبرى واللي تم نقل الدم لهم حديثا، وبهالحالة نحن ممكن نجري معالجة سنية بعد النقل المباشر. بحالة التلاسيميا متوسطة الشدة بدنا ننتبه انه قد تحصل بعض الكومبليكيشنز تستوجب انه نعمل بروتوكول وقائي انتيبيوتيك بروفلاكسيس. من المهم حتى انه نحن اذا نعمل سيرجري نعمل تحاليل تتحرى عن التخثر لدى هؤلاء المرضى، كنت ذكرتها في سلسلة الأمراض النزفية. وبشكل عام مرضى الأنيميا لازم يكون مستوى الخضاب فوق العشرة لما بنعمل جراحات. بحال أنه مرضى التلاسيميا كان عندهم سوء إطباق من الصنف الثاني مثل ما حكينا، ممكن بهالحالة نعمل جراحة تقويمية بالحالات طبعا بسيطة ومتوسطة، وممكن نعمل أورثودونتيك تريتمنت، ممكن نعمل كاموفلاج بشكل عام. وكل ما كانت المعالجة مبكرة كل ما كان أفضل. بشكل عام التشخيص المبكر لمرضى التلاسيميا يمكننا أنه نحن ممكن نعمل تقويم وقائي وتوقعي لدى هؤلاء المرضى، وبالتالي تلافي الجراحة في حال نحن ما تدخلنا بهذه المرحلة وتم أو تطور سوء إطباق صنف ثاني على أرضية المرض. أيضا بدنا ننتبه بالنسبة للتقويم أنه مرضى التلاسيميا لازم نحن نطبق عليهم أو تطبيق القوى التقويمية بيكون أقل من المعتاد، بسبب أنه اللامينوديوراز عندهم بشكل عام الصفائح القشرية بتكون رقيقة، ونحاول حتى أن نعيد تنشيط الحركة يكون أقرب من المعتاد. وبدنا نتوقع أنه بعد ما ننتهي من المعالجة نحتاج تثبيت مدى الحياة. بشكل عام موضوع التثبيت عند هؤلاء المرضى يعتبر complicated. بدنا كمان ننتبه لأنه الحديد المتراكم بالجسم عن مرضى التلاسيميا بيعمل خطر لحدوث تشمع أو سرطان كبدي، فهذا ممكن يؤثر على سلامة التخثر عند هؤلاء المرضى. لذلك بشكل عام لما بدنا نعمل اي معالجات هؤلاء المرضى لازم نعمل اختبارات للتخثر، وننتبه انه قد يكونوا مرضى بفيروس بي او سي، بسبب حاجتهم لنقل دم باستمرار ممكن تؤدي لنقل الفيروس إلون. بدنا ننتبه لعدم وصف ادويه تزيد مخاطر حدوث انسمام كبدي بسبب مثل ما قلنا العبء الكبير على الكبد بسبب تراكم الحديد. من الادويه اللي تطرح عن طريق الكبد اللي لازم نتجنبها التتراسايكلين، الإريترومايسين، الميترونيدازول. وبالرغم من الحقيقة من أنه الباراسيتامول يطرح عن طريق الكبد ويستقلب عن طريق الكبد، لكن يعتبر بديل أفضل من الإنسييتس أو مضادات التهاب غير الستيرويدية كخيار لتسكين الألم. طبعا من أهم التظاهرات الفموية لمرضى التلاسيميا تطور سوء إطباق من الصنف الثاني يعزى لتقدم الفك العلوي ولضمور الفك السفلي، فبيعطي مظهر الفم القارد. قد يشاهد ايضا اسنان ثوريه، قد تشاهد احيانا جذور في باحجام قصيره قد او باطوال قصيره، قد نشاهد دياستيما بالاسنان، احيانا حتى القناه السفليه السنيه السفليه تغيب على الاشعه. بيكون عند هؤلاء المرضى معدل النخور عالي، ليس بسبب اهمال المريض فقط بل بسبب تركيز منخفض للفوسفور ولا الاي جي
في لعاب هؤلاء المرضى. يحدث أيضا التهاب لسان ضموري، وخاصة عند المرضى اللي بيكون الهيموغلوبين عندهم أقل من 8 ميلي جرام على ديسيليتر، بنشوف عندهم جينجيفايتس أيضا تستوجب المعالجة بشكل جدي. تسبب كذلك التركيز العالي من الحديد التهابات مؤلمة للغدد اللعابية مع نقص ملحوظ في الجريان اللعابي. ممكن نشوف اللثة بلون مسود بسبب ارتفاع تركيز الحديد بالدم. ممكن بمجرد المعالجة نشوف هاي العلامات اختفت. وهؤلاء المرضى بنشوف حتى عندهم جينجيفايتس بشكل واسع، ضروري معالجته بشكل مهم بشكل سريع. بدي اشير بس لحاله ممكن نشوفها في العياده اللي هي بوليسايثيميا، مرض احمرار الدم اللي قد يكون اولي وهو الاخطر او قد يكون ثانوي، كما مع في المرتفعات او بعض الادويه اللي ممكن تسبب زياده في الكريات الحمر. هؤلاء المرضى الحقيقه ممكن معالجته من قبل طبيب مختص. بالنسبه لنا كاطباء اسنان ما في عندنا اي اعتبارات خاصه، ممكن معالجتهم بشكل عادي، ويفضل طبعا بالتشاور مع الطبيب المختص في حال تناول الادويه معينه. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أنه كانت المحاضرة مفيدة. أتمنى أنه الجزء المتعلق بأمراض كريات الدم الحمراء وبشكل خاص فقر الدم والأنيميا كانت مفيدة. بدي أكد على حاجتي لدعمكم من خلال المشاركة والاشتراك واللايك والتعليقات. إن شاء الله نلتقي المحاضرة القادمة لنتابع في سلسلة Medically Compromised Patient in Dental Clinic، لنبدأ الحديث ضمن الأمراض التنفسية ونحكي عن الأزمة إن شاء الله في المحاضرة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.